السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع هذا الكيك بالتفاح بذوق الليمون. يجي بنين بزاف، خفيف، هشيش. مكونات تاعو سهلين، بزوج حبات بيض فقط. تبعوا معايا نشوفوا الوصفه وطريقه التحضير. نسحقوا زوج حبات بيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ من الاحسن. نزيد عليهم هنا عندي العلبه تاع الياغورت ناتشور، غادي نفرخها في جهه وغادي نعبر بها باقي المكونات. نزيد على البيض علبه تاع السكر، نستعمل الباتور نضرب مليح حتى اللي يذوب كاع السكر والخليط يولي ابيض ويضاعف الحجم تاعه. من بعد نزيد عليه نص علبه تاع الزيت ونكمل نضرب بالباتور. دائما نستعمل العلبه تاع الياغورت، نعبر بها كامل كاع المكونات الاخرى. ندير تاني هذيك العلبه تاع الياغورت ناتشور اللي خليتها على جهه، نضرب مليح. ومن بعد هنا عندي حبه تاع ليمون، غادي ندي الزاست تاعها. تنجمو في بلاصه الليمون تستعملوا البرتقال، تاني يجيكم بنين. ومن بعد نقسم الحبه تاعي على زوج وندي عصير تاع نص ليمونه. بالنسبه للفرينه نسحق زوج علب تاع فرينه، نزيد معاهم كيس خميره كيميائيه للوزن تاع 11 غرام. نغربل من الاحسن المكونات الجافه، ومن بعد نستعمل الفوي بيدي نخلط كلش حتى نتحصلوا على هاد الخليط اللي ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش تاني خفيف. غادي نفرغه في مول. انا استعملت هاد المول تاعي للسق، درت له البابي كويسون. استعملوا مول يكون صغير شويه، الكميه تاع الكيك ماشي كبيره بزاف، ما ديروهاش في مول كبير بزاف. نخليه على جهه ومن بعد نحكم حبه تاع التفاح، نقشرها نقسمها على ربعة، ومن بعد نديرها شرائح يكونوا رقاق شويه، ما نديرهمش خشان باش ما يهودوناش تحت في الكيك ويقعدونا من الفوق شابين. نستف التفاح تاعي من الفوق بهذا الشكل، ما ندخلهاش الداخل، نحطها غير من الفوق فقط. انا استعملت حبه وبقى لي منها، ما المول اللي استعملتها كما راكم تشوفوا صغير ما يديش مكونات بزاف. في الاخير كاع رشيته بشويه تاع السكر، من الاحسن ترشوه بالسكر فانيلا سوكر فانيي. انا ما كانش عندي، درت له فقط شويه تاع السكر. ندخله للفوق اللي كنت حميته من قبل على 180 درجه حتى اللي نشوفه تحمر لي مليح وطلع، عاد نخرجه ما تحلوش عليه في النص باش ما يهودلكمش. من بعد مور ما خرجته دهنته بشويه تاع لا كونفيتور تاع المشماش، وزيد رشيته من الفوق بشويه تاع الكاوكاو مطحون. تنجمو ترشوه بالنوا دو كوكو ولا سكر غلاس، تزيين يبقى اختياري. هنا قسمت لكم باش تشوفوا كي جا من الداخل، يجي خفيف وهشيش، خاصه يجي بنين بزاف بذوق الليمون. كما قلت لكم هذه الكميه ديروها في مول يكون صغير شويه، ما ديروش مول كبير. هذه كانت الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتلاقوا في وصفات جديده ان شاء الله.